عبد فقير بدوي المنشأ بشع المنظر يقف على بضاعة له ليبيعها في سوق المدينة، وإذا بشخص يأتي إليه من خلفه بكل هدوء فيحتضنه. فالتفت إليه العبد ليرى من ذا الذي يحتضنه ويمزح معه، وهو العبد الفقير الذي يتقزز منه الناس فيشيحون بوجوههم عنه. فوجده الرجل الذي حن له الجذع وأحبه الجبل ومات حزنا عليه الجمل، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فألصق العبد ظهره بصدر النبي صلى الله عليه وسلم، فمازحه النبي قائلا: من يشتري هذا العبد؟ من يشتري هذا العبد؟ فقال: إذا تجدني كاسدا يا رسول الله، أي خاسرا وزهيدا لا يرغب في أحد لقبح شكلي وسوء منظري بين الناس. ليرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم: عند الله أنت غال، عند الله أنت غال، لا يهم ما يعتقده الآخرون فيك، مقامك حيث أقامك الله لا حيث أقامك الناس. هل وجدت عبر التاريخ ملكا يقوم باحتضان عبد فقير من عامة الشعب؟ بل ويمازحه ويصادقه ويعطيه الهدايا كلما وفد عليه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: زاهر باديتنا ونحن حاضره، أي نحن أصدقاؤه من الحضر وهو صديقنا من البادية. إن هذا مستحيل في عرف الملوك، فما بالك بمن يفعل ذلك وقدره أعظم من كل الملوك وأجل من كل السلاطين، والذي قال فيه ربه: إنك لعلى خلق عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم رغم رفعة مكانته وعلو قدره عند جلوسه بين أصحابه، ورغم كونه مثل البدر بينهم، إلا أنه عند قدوم أحد لا يعرفهم لا يميزه من بينهم من شدة تواضعه وجلوسه بينهم كأنه واحد منهم. في يوم من الأيام جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل ترعد فرائده أن يرتجف فزعا وهيبة من النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذا الذي لا يهاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ عمرو بن العاص كان محاربا مقاتلا ترتجف منه ملوك الفرس والروم، ورغم ذلك كان يقول: ما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالا له من النبي صلى الله عليه وسلم. هل تعرفون ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل الأعرابي الذي كان يرتجف خوفا وجلالة من النبي صلى الله عليه وسلم؟ لقد رد عليه النبي قائلا: هون عليك، فإني لست بملك، أي لست على صفة الملوك الذين تعرفهم من التجبر والاستعلاء، إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد، والقديد هو اللحم القديم. وقال له ابن امرأة في زمن كان الناس يتجنبون ذكر أمهاتهم، كأنه يقول للرجل: أنا ابن مخلوق، لست إلها كما يقول الناس على ملوكهم ويعاملونهم كأنهم آلهة. وقال له: تأكل القديد؟ فلم يكن عندهم درجة الرفاهية التي تكون في أبناء الملوك، فلا يأكلون إلا اللحم الطازج، بل كانت أم النبي صلى الله عليه وسلم تأكل اللحم المخزن المجفف القديم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك: وكل ملوك الأرض لا يسوون شعرة في صدره. فرجل بتلك العظمة لا يحتاج أن يتكلف أمام الناس ليظهر عظمته، فعظمته في أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو لم يملك من متاع الدنيا شيئا. النبي صلى الله عليه وسلم كانت تأتي إليه امرأة عجوز لديها مشكلة في عقلها، فتطلب منه المساعدة، تقول له: إن لي إليك حاجة. ماذا كان رده عليها؟ ينهرها، يطردها، يقول لها: اذهبي إلى غيري، فإني رسول الله لا وقت عندي لك. بل كان يقول لها بكل ود: يا أم فلان، خذي أي الطرق شئت فقومي فيه حتى أقوم معك، أي قولي لي أين المكان الذي تريدين مني أن آتي معك إليه وهيا بنا لننطلق. تجد النبي صلى الله عليه وسلم يمشي في حاجة المرأة والرجل الأبيض والأسود والكبير والصغير والغني والفقير، وكانت من وصاياه ألا ننظر لمن هم فوقنا في الدنيا، بل ننظر لمن هم أدنى منا وهم كثر فنرضى بحالنا، أن نحب المساكين ونتقرب منهم ولا نتكبر عليهم، أن نصل الرحم ونبر الأهل ولو كانوا معادين لنا، ورغم ذلك مع الرحمة والتواد لخلق الله لا نخاف في الله لومة لائم ولا معاداة ظالم، نقول الحق ولو كان مرا ولو كان غالي الثمن، لأنه في نهاية الأمر لا يهم ما يراه الناس فيك، ولو اجتمعوا على قلب رجل واحد على كراهيتك أو محبتك، ما يهمك هو أن تكون عند الله غال ولو رخص ثمنك في أعين كل الناس. ساعدنا في نشر موقع نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم بين غير المسلمين، قم بزيارة رسول الله .net واختر من بين 16 لغة وعرف العالم بخير خلق الله.